متابعي قناة فاس باريس، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج كازا سيتي. في هذه الحلقة هذه غادي نناقشوا على موضوع تاع الحي الحسني، ولا بشكل خاص منطقة ليسيسفا، خاصة أن تحل واحد الملعب أو إعادة تهيئة الملعب الكبير تاع المنطقة هذه. واش هذا الملعب هذا قادر باش يحتوى واحتضان الجمعيات الرياضية في هذه المنطقة هذه؟ واش يعني ليسيسفا خاصة غير ملعب تاع كرة القدم، ولا خاصة أيضا مجموعة من المركبات الثقافية والجمعوية؟ من أجل مناقشة هذه القضية هذه نستضيف السي مصطفى منظور، عضو مجلس مقاطعة الحي الحسني مدينة الدار البيضاء. سي مصطفى مرحبا بك. مرحبا سي حماد، وشكرا لجريدة انفاس بريس على الاستضافة. سي منظور، كما قلت في التقديم، يعني الحي الحسني ولا ليساسفا عرفت واحد إعادة تأهيل تاع الملعب الكبير تاع ليساسفا. بالنسبة لك واش هذا الملعب الكبير خطوة إيجابية من أجل يعني اهتمام ولو بالشكل يعني كذا بالشباب تاع المنطقة؟ شكرا سي حماد على طرح السؤال. فملعب ليساسفا كان متواجد، ماشي الله تخلق، يمكن يعطي اضافه. وهي مناسبه اللي كنشكروا بها الشباب ديال المنطقه ديال ليساسفا اللي كانوا سبب في خلق او اخراج هذا الملعب الى حيز الوجود. ملعب ليساسفا خضع لاعاده تاهيل واصلاح والتاهيل ديالو، وهو تتبرمج فيه مباريات ديال العصبه ديال الدار البيضاء. ولا اعتقد ان الملعب الجديد في الحله الجديده، الملعب في الحله الجديده هذه يفك المشاكل التي تعرفها المنطقه، او النقص الحاصل في الملاعب، وخاصه ملاعب القربة التي تفتقر اليهم منطقه ليساسفا ومنطقه الحي الحسني كذلك. دابا خدمت الملعب الكبير تاع ليساسفا امام الملعب الكبير تاع الألفة، هاد جوج الملاعب واش في واحد المقاطعه اللي يعني تتسخر بطاقات شابه كثيره، واش كافيين هاد جوج الملاعب ولا خاصنا اصلا نزيدوا ملاعب اخرى؟ لا، الملعب ديال ليساسفا غادي تخصص الاستقبال ديال المباريات ديال العصبه اليوم. وكاين بعض الوقت الجمعيات اللي تدير بحال مدارس كرويه تما كيف ليساسفا، حتى هي تولي تستافد من هذاك الملعب ولا لا؟ المدارس الكرويه وليس الجمعيات. المدارس الكرويه ربما انها ستستفيد من هذا، ولكن عدد ديال الجمعيات ديال المدارس الكرويه وعدد ديال الفرق المنضويه تحت لواء العصبه ما يمكن لهمش انهم يتبرمجوا ولا تكون عندهم ساعات كثيره خلال الاسبوع. وبالتالي ان تنعرفوا الملاعب الصناعيه تتطلب واحد يمكن واحد توقيت زمني اللي يمكن تجرى فيه المباريات، وتوقيت اللي يمكن ان الملعب يخضع لواحد الراحه بجهه باش يمكن ليه. بالنسبه لليساسفا بغينا نديروا ملعب، احداث ملعب كبير مثلا في ليساسفا، ملعب اخر، واش كاين الوعي العقاري متوفر في هذه المنطقه هذه؟ انا ما غاديش نقولوا الملاعب اليوم، عماله مقاطعه الحي الحسين كتوفر على ثلاثه ملاعب كبرى. ملعب الحي، ملعب الحبيب الزمراني في الحي الحسني، المركب الرياضي الألفة، وملعب البلدي ليساسفا. ثلاث ملاعب كبرى لاستقبال مباريات مبرمجه من طرف العصبه هما كافيين، ولكن ما تفتقر اليه المنطقه هو الملاعب القرب. عندما نتكلم عن ليساسفا نتكلم على حي النسيم، نتكلم على رياض ليساسفا، نتكلم على الاحياء المستقبليه. لا، الاحياء المستقبليه اللي جايه مستقبلا، لان ليساسفا منفتحه على التعمير. وبالتالي كنا اقترحنا ديال المدارس ديال التعليم ان الملاعب اللي فيها تفتح في وجه العموم. والطالب ديالك كان واحد يعني مقرر داخل دوره تاع مجلس المدينه بان الملاعب الكبرى او المدارس العموميه تفتح الوجه ديال الشباب باش يستغلوا ديك الملاعب. ما يبقاش المدارس المدارس ديال العموميه تبقى عند ذاك الصور كاننا في كازيرن بحال في قشله ديال العسكر ولا شي حاجه. خاصها ايام العطله ديال الاسبوع تفتح وجه الشباب، وخاصه غير الابناء اللي تيدرسوا في هذيك المؤسسات. وصلاح وهذه التجربه هذه كما كان الحال على مستوى الثمانينات ولا السبعينات كان بالفعل. وهذه التجربه هذه راه عرفتها منطقه الحي الحسني. تم اليوم تجهيز جوج ديال الملاعب، ولكن مع الاسف ما باقا مسدوده. واش ما عارفينش كيفاش ندبروها؟ واش هذا؟ هذه امور. المشكل عندنا في الحي الحسني هو مشكل ديال سوء التدبير ديال المرافق الرياضيه. كيفاش؟ الملاعب القرب اللي كاينه حاليا كتخضع للسمسره، كتخضع للاسترزاق، كتخضع
من طرف جهات لا علاقة لها بالمؤسسة. كنتكلم عن المؤسسة كمؤسسة. اليوم الوليدات ديال المنطقة سواء الولفة ولا الحي الحسني ولا الاساسوا الا بغوا يمارسوا الهواية ديالهم تيأديو واحد المبلغ ديال 200 ماشي شهري 200 ولا 250 درهم للساعة. شكون كيستخلص هذيك الأموال؟ الله أعلم. أشخاص لا علاقة لهم بالمؤسسة. اش واقع؟ كيستر واحد البرنامج وتقول هذه هي الجمعية التي ستستفيد من هاد من حصص. تعطيها كل جمعية جوج حصص أو ثلاثة أو أربعة في الأسبوع. جمعية وهمية. جمعية وهمية. كاين اللي غراضين في هذا واللي هذيك الجمعية الساعات اللي مخصصة لهذيك الجمعية الوهمية كتتم الكراء ديالها للناس. وخصوصا كمجلس مع عمركم ناقشوا هذه المسائل مع عمركم باش تخرجوا حل باش نخدموا قضية تدبير الملاعب القرب. ناقشنا انه البرامج البرنامج تيتحط بدون استشارة ديال أعضاء المجلس ودون تداول فيه في إطار اللجنة ديال اللجنة الثقافية والرياضية والاجتماعية. ما كتداولوش. كيجي كيتحط البرنامج هادو هما الجمعيات بناء علاش؟ واش طالع على الملفات القانونية ديال هاد الجمعيات؟ واش هاد الجمعيات هي بالفعل كاينة في الخارج كاينة ولا ما كايناش؟ هذا أمور هادي إشكال مطروح. كاين حتى الناس وما غاديش نخفي سر أن عناصر لا علاقة لها لا بالوظيفة ولا بجمعية تدبر الملعب ديال الولفة اليوم. الملعب ديال الولفة اليوم ناخذ نموذج ملعب الولفة اليوم كيبقى الى الساعة الثانية الواحدة صباحا ولا الثانية صباحا يستغل من طرف الناس. انتم كمعارضة شنو المقترح ديالكم باش تخرجوا من هذه المأزقة تاع ملاعب القرف ليساسفا؟ علما يعني مشكل تاع ملاعب القرف ما متعلق غير بليساسفا ولكن على صعيد الدار البيضاء بصفة عامة. ملاعب القرف كاين جوج كاين تداخل بعدا في الاختصاصات خصنا نحسموا فيه. كاين ملاعب القرف اليوم اللي كتدبرهم وزارة الشباب والرياضة واللي تحولوا في إطار الهندسة الحكومية الجديدة تحولوا لوزارة التعليم والتربية والتعليم الأولي والرياضة ما عرفناش شكون كيدبرهم. وملاعب القرى التي تدبرهم الجماعة. مع الأسف أن الملاعب التي تدبرهم الجماعة ما تعرفوش حنا اليوم شكون كيشرف عليهم. كاين قسم كاين مصلحة ديال الرياضة كاين نائب مفوض له في هذا ولكن كاين العشوائية كاين الفوضى عارمة والكل يقر بذلك. الكل يقر انه كاين فوضى عارمة. واخا واش البعض تيقول بان النقاش حول الملاعب تاع القرب وحول الرياضة في الاستاسفة يعني غير تعرف بالنسبة لهذه المنطقة هذه اللي تحتاج بزاف الأشياء يعني باش إعادة الاعتبار لهذه المنطقة تاع ليساسفا اللي تتساهم وتدخ واحد ميزانية ضخمة للخزينة تاع الدار البيضاء علما أن راه عندها واحد المنطقة الصناعية اللي مهمة جدا. بالفعل أن منطقة ليساسفا والنسيم والأحياء المجاورة لها وكذلك الأحياء الولفة والوفاقات إلى آخره ما تيفتقروش غير ملاعب القرب. هاي تيفتقروا لمجموعة ديال المرافق لا سواء على مستوى التعليم على مستوى الصحة على مستوى الأمن على مستوى التكوين المهني. ثلاثة ديال المراكز ديال التكوين المهني متواجدين في الحي الحسني في حين أن الولفة تفتقر إلى مركز ديال التكوين المهني. لساسفا عندهم واحد مركز واحد ولكن بعيد على منطقة لساسفا والناسي من كيفتقر ليه. هذه كلها مرافق تفتقر إليهم هذا ماشي عين ملاعب قرب من غادي يحل لنا مشكل. وباش نأكد أنه ما عندناش رؤية واضحة كاينش استراتيجيه باش نقولوا من هنا ل 2026 شحال غادي يكون عندنا من مركز ديال التكوين المهني شحال غادي يكون عندنا من المركز ديال هذا شحال غادي يكون عندنا شحال ما كايناش ما كاينش مخطط. من الاشياء اللي تتخاض عليكم نتوما كمنتخبين تاع مقاطعه الحي الحسني اللي كاين اعضاء في مجلس المدينه انكم ما تدافعوش على هذه المنطقه بشكل كبير يعني فاش نقولوا اللي ساسفه تنقولوا الحي الحسني تنقولوا يعني ما كاينش النقاط اللي تدرج في داخل جدول الاعمال تتكون مهمه وكذا. لا انا باش نكون بكل نزاهه فكريه ان مدينا يدينا للسيد الرئيس الشي طاهر اليوسفي كمعارضه ما تنمارسوش معارضه من اجل المعارضه ولكن معارضه البناءه باش نخدموا جميع كفريق في مجلس المدينه
لإيجاد حلول للمشاكل التي تتخبط فيها الساكنة سواء لساسفة ولا الفاولات. ولكن بكل صدق ما لقيناش ملفات جاهزة. ياك ما لقيناش ملفات جاهزة وما لقيناش عقارات متوفرة وما لقيناش وثائق ديال هاد العقارات. مجموعة ديال العقارات تسلمتهم جماعة الدار البيضاء في إطار الشراكة مع المنعشين العقاريين ولكن الوثائق ديالهم ما كاينينش وما تمش الاستغلال ديالهم هذه سنوات علما أن المنطقة تفتقر إليهم. هذا الموضوع راه التدبير الشأن المحلي ماشي هو التوقيع ديال الوثائق والتدبير الشأن المحلي والتدبير ديال الملفات. ولكن شنو الخطوة اللي غديروا دابا؟ الخطوة احنا ماشي موقع ديالكم تتسدا ولا شنو؟ احنا ماشي موقع مسؤولية ولا يمكن ان نحاسب علينا. لا احنا كنراسلوا الأغلبية كنتقدموا باقتراحات كنسائلهم في إطار القانون في إطار ما هو مخول لنا قانونيا ولكن يد قصيرة والعين بصيرة. ورغم ذلك رغم أننا في المعارضة ندبر ملفات على مستوى جماعة الدار البيضاء مثلا ملفات ديال إعادة هيكل إعادة تسويت الوضعية ديال مجموعة ديال الأحياء اللي ما عندهمش العقار اللي ما عندهمش السك العقاري كندبروا هذا وتقدمنا فيهم كثير يعني تقدمنا في هذه الملفات ب 50% ومن اللي خدينا الملفات ما لقيناش ولو وثيقه واحده. تهيئ الملفات طلب منا على الاقل واحد المده ديال 6 شهور باش نهيئوا الملفات. ملي كنتكلموا على ان الملفات تعرض على اللجان فما يمكنش تعرض نقاط هكاك اللي خصها تكون تهيئ ملفات وتهيئ ملفات. كاين المشكل ديال المصلحه ديال الباتريمون ديال الممتلكات اللي هذا كاين المشكل ديال ليزارشيف كاين المشكل كاين عده. المدخل تاع ليساسفا كان نقطه اخيره. المدخل تاع ليساسفا يعني تعيش واحد الحاله تاع الفوضى واحد وضعيه كارثيه. واش كاين في البرنامج تاع مجلس المدينه يعني اعاده تهيئ وهذا المدخل هذا تاع ليساسفا؟ وهو ما تعيشه لساسفة حاليا هو نتيجة ديال التراكمات ونحمل المسؤولية للمجالس التي تعاقبت على تدبير الشأن المحلي بهذاك. اليوم بالفعل أنه كاين مشروع ديال تغيير واجهة أو المدخل الجنوبي ديال الدار البيضاء لأن هذا كل وجهة ديال الدار البيضاء اللي يجي داخل وتيوصل تما يقول أنا وصلت للمدخل ديال الدار البيضاء ويشوف هذيك الحالة يمكن كاع يدير دورة ويرجع بحالو. ولكن كاين مشروع حتى القنوات ديال الصرف الصحي وديال الامطار ما كانتش راه يلا تنجزات مؤخرا يلا تم الانجاز ديالهم. وكاين الميزانيه اللي هي مرصوده لهذا هذا والشركه اللي كتسير هي كازا اميناجمون هي اللي مكلفه. وما كاينش واحد السقف زمني لهذا المشروع هذا؟ لا الاشغال ستنطلق وكان مشكل ديال التوسعة ديال الطريق انه كان العقارات وداك الشيء راه طالبنا في الجلسة الدورة الأخيرة نزع ملكية ديال مجموعة ديال العقارات باش يمكن لنا أننا نكملوا المشروع ديال التوسعة. وملي تنقولوا القطب المالي خصو يكون مرتبط بالمدخل الجنوبي في مستوى الدار البيضاء. فاليوم كنتكلموا على ليساسفار خصنا نتكلموا على بوسيجور حي الراحة نتكلموا على حي الهنا نتكلموا على ما عندهمش مرافق ما عندهم لا مستشفى ولا ملاعب القرب ولا اي شيء من القبيل وهذو من الاحياء القديمه تاريخ ديال الدار البيضاء. وكاين مؤسسات اللي دابا مغلقه تما بحال بن الموقيت علاش ما يتحلش الباب ديال الابناء لهذيك المنطقه في غادي يمشيو هاد الشباب يمشيو للتسكع يمشيو للمخدرات هذا هو الملجأ الوحيد المنفذ الوحيد اللي يمكن ليه يمشيو ليه هو هذا. فكاين تراكمات كثيره ما تنشوفش بان حال الوقت يعني في الانتخابات المقبله والتقسيم المقبل يعني اللي ساسفة تقسم على أكيد. جوج الحي الحسن تقسم على جوج اكيد هذا كان هذا مطلب ديال جميع الاحزاب السياسيه بدون استثناء ان مقاطعه لساسفة ومقاطعه الحي الحسني وخصنا نفهموا انه راه كانوا جوج جماعات مستقله جوج جماعات ترابيه ودمجوا في اطار مقاطعه واحده عكس هذا الاستثناء كاين في عين الشق عملت عين الشق وعملت مقاطعه الحي الحسني كاين هذا الاستثناء وبالتالي احنا تم
حتى ديك المنحه اللي كتعطى تتقسم على جوج خاص يكون جوج منح ما يكونش ممكن تكون منحه واحده. وبالتالي انا كنوجه نداء لجميع الشرفاء ديال جميع ابناء المنطقه سواء لساسفه ولا الحي الحسني الفاعلين السياسيين الجمعويين انهم يتكتفوا الجهود ويديروا يد في يد من اجل انقاذ ما يمكن انقاذه من اجل مصلحه المنطقه كفى من التطاحنات كفى من التجاذبات كفى من هذا الهدر الزمني ماشي مصلحه المنطقه. وبالتالي هذا ندائي لجميع الاخوه والاخوات نوضعوا الخلافات على الهامش ونوضعوا اليد في اليد من اجل غد افضل. شكرا سي مندور شكرا جزيلا على قبول الدعوه. متتبعي قناه فاسبرس الى اللقاء في حلقه مقبله من برنامج كازا سيتي.